تضمنه كل التشريعات السماوية والوطنية والدولية، ولكن لقضايا شهداء الثورة التونسية وجرحى والتي تكفل القضاء العسكري التونسي بملفاتها أصبح حقا مقموسا، بل حقا مغبونا حرمنا منه بصفتنا عائلات ضحايا لنظام ديكتاتوري تعود قمع كل من يثور على ظلمه. فبعد تعاقب القضايا بالمحاكم العسكرية بكل من الكاف وتونس وصفاقس وصدور أحكام ابتدائية، خرجنا بنتيجة واحدة: شهداء معلومون وقتل مجهولون. وتجرعنا نحن الويلات والوسطى، كيف لا والقضاء العسكري يترجانا أن نبيع دماء فلذات أكبادنا بتعويضات مادية لعلها تحجب عجزه عن كشف حقيقة من قتل أبنائنا. وكلما صرخنا ورفعنا أصواتنا بسؤال واحد: شكون قتل؟ إلا وأجابنا القضاء العسكري بأنه لا يملك الأدلة وإنما حجب عنه. ولكثرة ما ترددت هذه الإجابة عن مسامعنا خلناها صادقة، ولكن بعدما اكتشفنا ما حدث بقضايا شهداء الثورة وجرحاها بالجيش من تلاعب وطمس للأدلة وحجب الحقيقة، تأكدنا أن القضاء العسكري لا يرغب في الكشف عن الحقيقة ولا يستطيع أو لعله لا يريد الخروج عن تلك الخريطة التي رسمت لقضايا الشهداء وجرحى الثورة التونسية منذ هروب المخلوق. تلك الخريطة بحدودها الأربعة: لا لكشف الحقيقة، لا للمحاسبة، لا لكشف لغز القناصة، نعم لدفع التعويضات المادية. لكن كما عودنا أبناء الشعب التونسي بكونهم يجتازون الحدود حتى وإن لم يحملوا تأشيرات العبور، فإننا سنعبر بحول الله هذه الحدود وسندوس الأسلاك الشائكة بأقدامنا حافية، وحتى وإن تألمنا فسوف نعبر، فالأرض أرضنا وبدمائنا سقينا شجرة، ولن يستطيع الظلم أن يحجب عنا شمسها. وقبل شكركم أيها السادة، أريد الختام بدموع الراحل محمود درويش، حيث قال فوق هذه الأرض: هل نسينا شيئا وراءنا؟ نعم نسينا تلفت القلب، وتركنا فيك خير ما فيك، شهدانا الذي أوصيكم بهم خيرا. برافو عليك.